مساء الخير، بنرحب بحضراتكم معانا وتاني يوم من حكاية وطن. زي ما اتفقنا متابعين مع حضراتكم أهم الأخبار اللي بتحصل بشكل يومي وتفاصيل لحظة بلحظة العملية الانتخابية. مساء الخير يا معتز. مساء الخير، أهلا ربنا. مساء الخير على حضراتكم. احنا الحقيقة عندنا يعني نقول ايه مشكلة شوية في التغطية ده، هي ألا وهي انه الأحداث أحيانا هتوصل ايه ماشية بطيئة كده في بعض الأيام، وانت أيام ثلاث أيام متسارعة جدا، بس احنا ماشيين مع بعض. يعني أقصد احنا أي حاجة هنلاقي انها تستحق أن تذكر أو تناقش فاحنا هنعمل كده. بس الحقيقة النهاردة كان من الحاجات المهمة انه المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات قال انه مكاتب الشهر العقاري لم تزل حتى الآن بتتلقى التوكيلات. وصلنا كم؟ 650 ألف توكيل أو تأييد حتى اللحظة، ولسه طبعا المسألة يعني هتتوالى وتزيد أكتر في الأيام اللي جاي. نتكلم كمان عن كل التفاصيل بقى، سواء موضوع الرموز واللي هيسبق الأول بتقديم أوراقه هيحق له أنه يختار الرمز. تعرف دايما بقى في خناقة كده على الرموز. في رموز بعرفش ليش بتتفائل بيها أكتر، الجمل بعرف الحاجات دي نسر الحاجات دي. ففي كل الأحوال إحنا متابعين المسألة دهيت، لكن حضراتكم عارفين أنه بالأمس كمان الفريق سامي عنان اعلن نيته للترشح وقت متاخر، يعني بعد ما خلصنا الهوا امبارح. صحيح، بعدنا يعني. فاحنا بنقول ونحب ان احنا نفكر حضراتكم بالاثنين اللذين اعلنا الان نيتهما للترشح في الانتخابات الرئاسيه القادمه، الرئيس السيسي والفريق عنان. ناخد كده كليب الترشح لكل واحد منهما. ايها الشعب السيد في الوطن السيد، انني أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية للهيئة للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية، فور انتهائي من استيفاء إجراءات لابس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين. ممكن تسأليني على فكرة؟ طيب، في مقطع برضو مهم وعايزين نتكلم ونتناقش فيه، وفرصة بقى يعني طبعا إضافة معانا أستاذ العلوم السياسية دكتور معتز بلعبد الفتاح، لأنه مش بشكر يعني أو بجامل، لكن دايما بيبقى موجود معايا كضيف قبل كده. النهاردة أنا هستغله بقى أسوأ استغلال، نفهم بقى ونشوف موضوع لما الفريق سامي عنان أعلن ترشحه معتز، أعلن أنه في اتنين نواب معاه. نعم. وذكرهم بالاسم. نعم. هل ده شيء عادي متعارف عليه ولا ده خطأ ولا إيه بالظبط؟ هو الدستور سكت عن هذا الأمر. دستورنا ده خد بنظام بنسميه نظام شبه رئاسي، لو زي مثلا روسيا أو فرنسا، مفيش نائب رئيس جمهورية لأنه في رئيس وزراء. فيعني قالك بدل ما نعمل نوع من الدوبليكيشن يعني، أو يكون عندنا شخصين بيشغلوا نفس المنصب اللي هو بيساعد رئيس الجمهورية، فسكت عنه. فهل السكوت ده بيعني ان من حقك ممكن ولا ممكن مش من لا. حقك؟ هو الفريق عليان واضح ان هو اخذ بفكره انه لا، من حقك ما دام ما منعنيش يبقى انا من حقي. هو اختار شخصين، المستشار هشام جنينه والدكتور حازم حسني. واعتقد انه يعني بدايه هتبقى قوية للكامبينة دهيت أو للحملة دهيت. وطبعا من ناحية تانية الرئيس السيسي مع بقى فريقه اللي احنا عرفناه وشفناه من كده. عامة زي ما كنا بنقول، حتى اللحظة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن نيته للترشح، والفريق سامي عنان. إيه اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاية؟ هل هيكون في أسماء جديدة تنضم لقائمة المرشحين؟ برضو لما نرجع للمؤتمر الصحفي النهاردة للهيئة الوطنية للانتخابات، اتكلموا عن شروط الترشح. طبعا ده شيء مهم جدا ولازم نبقى فاهمينه، ولازم نبقى عارفين مين اللي من حقه انه يترشح لرئاسة الجمهورية طبقا للقانون رقم 22 لسنة 2014. هيبقى عندنا بعض الشروط يعني الشباب يعرضوها لنا. اول شرط هو خاص بالجنسية، وهنا الكلام بشكل مباشر عن انه لا ينبغي انه يكون حملة في اي مرحلة من المراحل جنسية دولة اخرى. يعني اللي خد جنسيه دوله اخرى ان شاء الله حتى ساعه واحده في حياته خلاص يسقط حقه في الترشح. مش هو بس، هو ووالديه والام والزوجه والاولاد كمان. وهنا طبعا واضح انه المشرع الدستوري في المقام ده خد بنظريه ان ازدواج الجنسيه بيعني ازدواج الولاء. يعني بعض الدول بتقول لك لا، ممكن تجمع بين جنسيتين عادي مفيش مشكله، وفي دول تانية بتقول لك لا، ده اصلا ممنوع انك انت تجمع بين جنسيتين بغض النظر عن المنصب السياسي. انما احنا في حالتنا قلنا لا، من حقك انك انت تبقى عندك منصب سياسي
يعني ممكن تبقى عضو مجلس شعب وانت بتحمل جنسيتين، ممكن كمان تكون وزير وانت بتحمل جنسيتين، جنسية مصر وجنسية دولة تانية، بس لو رئيس وزراء يابد انك انت تسقط تتنازع عن الجنسية التانية. رئيس الجمهورية لو انت خدتها في اي وقت ان شاء الله حتى لمدة ساعة يعني خلاص سقط حقك في هذا المقام. طيب في شروط تانية عايزين نتابعها برضو وتبقى قدام حضراتكم على الشاشة نشوفها مع بعض. السن، انه السن لازم يكون 40 سنة يوم ما يقدم اوراقه للترشح. نعم. طبعا يا ريت يعني يبقى 40 سنة بس احنا عندنا دايما يعني السن أكتر بيكون اكتر. لا بس انا متهيألي مع الاجيال الجديدة واللجنة الوطنية للاسف للجنة او هيئة مش عارف ايه اعداد القادة اعداد الشباب لا انا متصور ان شاء الله هم بيركزوا على سن حاجة و20 عشان يبقى عندنا مثلا بعد 10 سنين 15 سنة لا نشوف نماذج تقدر انها تشيل مسؤوليه وزاره وهم عندهم حاجه و30 وبالتالي ممكن لما يقرب من ال40 يقدر انه يتولى مسؤوليه الدولة. زي ما بنشوف في دول تانية زي في فرنسا برضو كان شيء مختلف ومهم يعني سنة فاجمالا شروط الترشح مرتبطه ببعضها بالقانون انك تتقدم 25000 اسف تقدم 20 تأييد من مجلس النواب و25000 من المحافظات بحد أدنى 15 محافظة بالضبط. فدي مهمة جدا برضو. ليه؟ طب واحد يقول لك طب ما تسيبها، لا عشان ضمان جدية الأمور يعني مبقاش أي حد ناوي يشرح اللي أرضية صحيح إنه يقدر يعمل حاجة. القانون بقى بعد من كده حط كمان شروط تانية، مثلا الدعاية الانتخابية ما تزيدش عن 20 مليون جنيه وفترة الإعادة 5 مليون جنيه. المعتز صعب دايما وبيحصل فيها المشاكل إنك ترصد وتعرف وحجم المخالفات وتظبط المسألة إزاي وقصة المجاملات ودي مش داخلة في المبلغ المرصود للدعاية. هو الحقيقه عايز اقول لك هي معضله مش مصريه، هي معضله عالميه. دايما بيقول لك هارد ماني وسوفت ماني. هارد ماني اللي هو الفلوس الكاش اللي دخلت اتبرعت بيها لبنى للمرشح الف، ده هارد دي ما فلوس عارفين نرصدها بالظبط. انما السوفت ماني اللي هو بيدخل في اطار حريه الراي والتعبير للمواطن اليوفط اللي شافنا في الشارع بس كده. انا من حقي اني اعبر عن وجهه نظري، انا بؤيد المرشح اكس فاروح منزل له كميه يوفط لوحدها ب 20 مليون جنيه ما يعني هتقدر تحط. انا بقى ماليش دعوه، المرشح ملوش دعوه، لا المرشح ولا الهيئه الوطنيه للانتخابات. في كمان من الشروط برضو دي معرفش شرط بعض الناس بيغفلوا، انه لازم المرشحين يمروا ب الاختبارات اختبارات طبيه ونفسيه تعقدنا. وانا عايز اقول لحضراتكم المره اللي فاتت انا سالت كده عسعست لقيتهم قالوا انه فعلا الرئيس السيسي يعني الانتخاب الاختبارات ديت هو كان اعلى حد فيها. شوف ايه المكتوب بقى. مصريه من ابوين مصريين قلناه ايوه ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى تمام أن يكون حاصل على مؤهل عالي. طب كويسة دي أضافوها الدستور الأخير. حقوق المدنية والسياسية يعني ما تحكمش عليه بقضية تمس الشرف، ما لا شيكات ولا سرقة ولا الكلام ده. ويمكن دي تفسر ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة صحيح. بص بقى ولو كان قد رد إليه اعتباره يعني حتى لو رد إليك اعتبارك أو حاجة واستأنف على الحكم. لا هو مش كده، رد إليه اعتباره أحيانا أنت بعد ما تاخد الحكم وتتحكم عليك بخمس سنين بيرفع قضية رد اعتباره. بقول لك لا حتى دي رئيس الجمهورية عايزينه يعني منصب رفيع ما يبقاش عليه أي حاجة. أدى الخدمة العسكرية أو أوفي منها قانونا يعني ما تهربش وقالوا له طب ادفع مبلغ وهنطنشك يعني. يعني لازم تكون قمت هتبقى القائد الأعلى للقوات المسلحة فلازم تكون أدى الخدمة العسكرية. على الأقل 40 سنة ميلادية بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية تمام. يلزم أن يزكي المترشح أن يزكي 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب و25 ألف مواطن من لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل و1000 مؤيد من كل محافظة. فالنهاردة بيتكلم على 650000 حد عمل توكيلات، يبقى معناه ان احنا بنتكلم على رقم اكتر بكتير. بس طبعا الهيئة ما ذكرتش 650000 تأييد دول لمين يعني. ما لا ما تقلش هو بيقول ان احنا لما يتقدموا بقى المرشحين نعرف كل واحد فيهم راح لمين. طيب احنا هنسيبكم بقى دلوقتي لبنى لها يعني جوله كده. احنا حلقتنا النهارده لحد بعيد هنركز على الجزء الخاص بسياسه مصر الخارجيه. فلدينا ضيفان كريمان كل واحد منهما يعني في مقامه هيشرح لنا جزء من التحديات اللي بتواجه مصر خلال الفتره القادمه في سياساتها الخارجيه وازاي بقى هيتعامل معها المرشحون المختلفون. مفيش سياسه خارجيه للمرشح ولا الرئيس، سياسه خارجيه للدوله بس الدوله في النهايه بس ده المفروض. لكن هل ده بيحصل انها تكون للدوله وفي توجه؟ لكن احنا شايفين انه كل رئيس بتوجهه بمشروعه هو ده اللي بيحكم شكل السياسه الخارجيه بيودي البلد في الحته اللي هو عايزها.
على العموم احنا بعد شويه هيكون معانا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، هنساله برضه عن طبيعه العلاقات الدوليه لمصر خلال الفتره الاخيره وايه المنتظر كمان انه يحصل، وكمان هنتكلم تحديدا عن وهو مختص في هذا الملف العلاقات المصريه الامريكيه. هيكون معانا كمان يا معتز بقى هيكون معانا الدكتور سمير فرج، اللي هو الدكتور سمير فرج وهو يعني مفكر سياسي واستراتيجي محترم جدا، والحقيقه هو ما بيجيش يقول لنا معلومات بس، هو عاده بيمدنا بخرائط لانه يعني كان احنا في غرفه صنع قرار الحقيقه، يعني في غرفه صنع القرار بيكون مهم جدا يكون عندك خرائط، يكون عندك فين نقاط التهديد او مراكز التهديد المحتمله نتجاوب معها ازاي. سيب حضراتكم مع الساده المرشحين اللي اعلنوا انفسهم مرشحين محتملين لرئاسه الجمهوريه. واقول لكم بالصراحه والشفافيه التي تعودنا عليها راجين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية، راجين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية. أنا هسيبكم بقى دلوقتي مع لبنى وما أكون مع الدكتور طارق فهمي، ده صديقي يعني ومخه نضيف قوي قوي، فأنا عايز إيه استفيدوا منه أقصى استفادة ممكنة. فاصل نرجع نكمل دكاترة زي بعض برضو. بدو حقنه طيب. فاصل نرجع نكمل حلقة. الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، برحب بحضرتك معانا دكتور طارق ومشرفنا، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه لبنى، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور طارق. في الاول يعني وجود نائب الرئيس الامريكي في القاهره في هذا التوقيت قاري ده ازاي او ايه دلالاته؟ هو طبعا زي ما حضرتك اشرتي الزياره كانت مؤجله، تمت في سياق بعد تقييم السياسه الامريكيه للاحداث في العالم العربي وبعد طبعا ردود الفعل العربيه والاسلاميه على القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل. نقطه من اول السطر، هذه زياره دخلت فيها الاردن لاعتبارات متعلقه بانه من الواضح ان الاردنيين سيتولوا الملف الفلسطيني الامريكي بصوره مؤقته الى حين تتضح الرؤيه. اعتقد انه الاداره الامريكيه تستطيع ان تحط عنوان كبير استاذه لبنى لهذه الزياره، هي زياره استكشافيه، زياره استطلاعيه لطبيعه المواقف العربيه الامريكيه وخاصه في المسار القادم. طبعا في جزء منها ثنائي زي ما حضرتك تعلمي، جزء ثنائي بطبيعه العلاقات المصريه الامريكيه الملفات العربيه المفتوحه، لكن أنا أعتقد أنه كان يجب على النائب الرئيس الأمريكي أن يدلي بدلوه في شكل التعاون الاستراتيجي مع مصر والدعم المطلوب بالنسبة لمكافحة الإرهاب وصور الدعم المباشرة في هذا الإطار، لأنه طبعا مصر تؤكد على طبيعة الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإحنا حريصين على هذه الشراكة. القضايا الإقليمية بأثناء الملف الفلسطيني حضرتك هناك توافق كبير بالنسبة للملفات سواء في الملف الليبي سواء في الملفات السورية وأيضا في أمن المنطقة، فبالتالي مساحة التجاذب هي في القضية الفلسطينية وفي الخطوة الأمريكية بطبيعة الحال. طيب هنا واحنا بنتكلم عن مساحة التجاذب زي ما حضرتك سميتها، العلاقات المصرية الأمريكية مؤخرا يعني لو حبينا نحط لها برضو عنوان في ظل الموقف المصري فيما يتعلق بالقرار الأمريكي اللي حصل في مجلس الأمن، التهديد الأمريكي، نقدر نقيم أو نشوف علاقتنا مع أمريكا إزاي؟ أنا أعتقد أنه الجانب الأمريكي عليه أن يستوفي شروط الشراكة مع مصر في ملفات كثيرة على المستوى الثنائي وعلى المستوى متعدد الأطراف. طبعا الجانب الأمريكي كما تعلمي قلصوا المساعدات بنسبة 300 مليون دولار وهو رقم مهم خاص بمشتريات السلاح وتحديث وتطوير القدرات. طبعا هم إحنا رجعنا مناورات النجم الساطع، عملنا تدريبات بحرية، ده شيء جيد طبعا في نمط العلاقات المصرية الأمريكية لاعتبارات الشراكة.
لكن حتى الآن إحنا لدينا مطالب مباشرة من الإدارة الأمريكية في قوائم التحفيز وفي دعم القدرات المصرية في مواجهة الإرهاب في سيناء وفي خارجها، فبالتالي نحن في حاجة إلى هذا القضية، قضية شراكة. مصر استوفت مطالبها وتتعامل بمنطق أن الولايات المتحدة تربطه بمصر، يعني علاقات ممتدة سياسيا واستراتيجيا. على الجانب الآخر الجانب الأمريكي، أن يتفهم أن مصر دولة كبيرة ودولة محورية في الإقليم وتؤدي دور في مواجهة الإرهاب، وعليه أن يستوفي هذه الشروط. جزء منها زي ما قلت ثنائي، وجزء منها متعدد طبعا الأطراف. مصر طبعا من حقها اليوم أن تراجع سياستها في الإقليم، والرئيس السيسي كما تعلم يضع مبدأ الندية في العلاقات الدولية، فبالتالي نحن الآن نتحرك على مستويات متعددة ونقيم علاقات في أقاليم مختلفة وحتى على مستوى القوى الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا عليها أن تدرك هذا، أنها تتعامل مع حليف كبير ومع دولة كبيرة محورية في الإقليم ونموذج للاستقرار في المنطقة، فبالتالي عليها أن تستوفي هذا. لا نريد أن أحد أن يحدثنا أو يدينا محاضرات في العلاقات الدولية في الاستفاء العلاقات أو قضايا داخلية، أو أن مصر دولة يعني لديها قيم التسامح، وهذه أمور طبيعية. مصر دولة كبيرة وعلى الإدارة الأمريكية أن تتعامل معها. جزء منه نحن لا يعني لا ننتظر إنه الإدارة الأمريكية إنها ترى العالم من منظورها، ولأنه كمان القضايا الثنائية والإقليمية متعددة، ليس فقط قضية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. في الخطوة القادمة على الإدارة الأمريكية أن تعيد تقييم سياستها في العالم وفي العالم العربي تحديدا. هم يريدون سلام اقتصادي، نحن نريد سلام سياسي في مساحة بقى من التجاذب. هم يريدون عاصمة لإسرائيل، ونحن نرى أن هذه الإجراءات جائرة في كثير من المساحة في الإقليم، طبعا محل تجاذب وتباين مع الإدارة الأمريكية. أستاذة لبنى، طيب نائب الرئيس الأمريكي اتكلم عن الجهود الأمريكية في المنطقة للتصدي للإرهاب، والرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اتكلم عن ضرورة أن يكون في تحالف دولي. هل أمريكا جادة بالفعل في تصدي للإرهاب؟ هل الإدارة الأمريكية في ظل التحديات والضغوط اللي بتمارس على ترامب قادر أن هو يؤدي هذا الدور، ولا في قضايا جانبية فبالتالي بيكون في هي اللي بتخطف الانتباه عن الدور الأصيل في المنطقة؟ لا طبعا الجانب الامريكي جاد في مواجهته للارهاب، بس وفق للمنظور الامريكي حضرتك. طبعا احنا لينا مفهوم خاص بينا كمصر، لينا ارتباطاتنا، لينا طبعا مفهومنا للارهاب، ومصر بالفعل وقفت لوحدها تواجه الارهاب لاعتبارات كثيره، جزء منها مسؤوليه مصر في الاقليم وفي العالم بطبيعه الحال. ده هذا كلام ليس انشائي ومطلق. الدوله المصريه انجزت مهام كثيره في مواجهه الارهاب، ومصر من الدول التي طالبت بتحديد مفهوم الإرهاب وتحديد تنظيماته وتنظيم طبعا شبكات رؤوس أمواله وتحركاته. والرئيس السيسي ذكر هذا في كلماته الأخيرة حتى في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الرئيس الأمريكي وأمام العالم. الإدارة الأمريكية تتبنى مفهوم ربما يلتقي في مساحة معينة أستاذة لبنى، لكن في السياق العام لا تزال الإدارة الأمريكية عليها أن تعيد تحديد مفهوم الإرهاب وتحديد ما الذي تواجهه في الأقاليم المختلفة. هي طبعا تقود تحالفا دوليا ضد الإرهاب، لكن ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. ما يعنينا أن الإرهاب واحد في العالم، أن مصر تتحرك من هذا المنظور، وإحنا طبعا تحركنا طوال عامين في مجلس الأمن من خلال الوفد المصري ومن خلال عضويتنا كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن تحركنا هذا. وأنا أذكر حضرتك ربما كان الرئيس السيسي في قمة الرياض حينما وجه رسائله إلى العالم كانت واضحة في موضوع الإرهاب. الإدارة الأمريكية عليها اليوم أن تراجع وتقيم سياستها في مواجهة الإرهاب. الإرهاب ليس في دولة واحدة لكن في الإقليم بأكمله، التنظيمات واحدة هي هدفها ضرب استقرار العالم، وعلى الإدارة الأمريكية أن تترجم الأقوال إلى أفعال أستاذة لبنى في هذا التوقيت. أكيد مفهوم. شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ علوم السياسية، شكرا على وقتك وعلى الرؤية طبعا حضرتك قلتها لنا، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون موجود مع حضراتكم زميلي معتز ومتابعة برضو لليوم النهاردة. كعهد حضراتكم بنا دائما لا نستضيف على هذه الطاولة ما بين قوسين الترابيزة يعني إلا الناس اللي احنا متأكدين من علمهم وخبرتهم ووطنيتهم. النهاردة يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا
عالم جليل فعلا في العلوم العسكرية والاستراتيجية، ودرس ما شاء الله لغاية دكتوراه، ويعني نقدر نقول كده انه اسم بارز جدا في عالم التحليل السياسي والاستراتيجي، المفكر السياسي اللي هو الدكتور سمير فرج. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، منورنا. شكرا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا هستاذنك يا لبنى وهطرح اول سؤال. انا عارف انه مفيش اسئله شهيتنا مفتوحه لحضرتك. لا لا لا. احنا الاسبوع ده يا فندم شفنا رئيس اريتريا، رئيس وزراء اثيوبيا، نائب رئيس الامريكي، في زخم كده كانه القاهره هي نقول بقت عاصمه الشرق الاوسط. ده قراءه صحيحه؟ اه طبعا، هو نقول نشاط سياسي مكثف في القاهره. نعم. ويصب في مصلحه الامن القومي المصري. ما انت ممكن يجي لك كذا رئيس دوله. خلاص، انما هل النتيجه ايه؟ لصالح مصر. نعم. ف اسمح لنا نبدا الاول بالرئيس اريتريا. تمام. نقول للساده المشاهدين الاول اريتريا تهمنا في ايه؟ هويه ايه؟ حب الاول نشوف خريطه اريتريا او البحر الاحمر. البحر الاحمر في اريتريا. اه، اللي في اريتريا. البحر الاحمر كخريطه لو شفناها بصينا عليها هنلاقي انها اخده من فوق من حد مصر. خلاص. وادي خليج العقبه. وبعدين ننزل البحر الاحمر كله لحد تحت باب المندب. زمان كنا بنقول على البحر الاحمر ده بحيره عربيه. مصر، السودان، الناحيه الثانيه السعوديه، اليمن، ارض بتاعتنا بنعمل فيها اللي احنا عايزينه. وكانت الامور مستقره لدرجه ان احنا في حرب 73 فجاه يوم 6 اكتوبر الساعه 2 الظهر فوجئ العالم كله ان احنا بنقفل باب المندب لتحت علشان نقفل ميناء ايلات الاسرائيلي. كانت احد الضربات الموجعه لاسرائيل انها فوجئت 2.5 مش قادره تعمل حاجه. ليه؟ ما عندهاش قوه عسكريه توصل من اسرائيل لحد باب المندب. وناخد بالنا من الحته دي. المسافه كبيره، مفيش لوجستيكيات في المنطقه. امال احنا عملنا ايه ايامنا؟ كان عندنا المدمرات والغواصات وزواريخ التوربيد والكلام ده كله موجود في باب المندب، بيعتمد على ايه؟ اليمن. لان اي قوات لك بره لازم تبقى لك قاعده لوجستيكيه يديك المايه وتاكل الناس والمستشفيات. فاحنا كنا معتمدين على هذا الكلام. فضل الامر زي ما هو ماشي والبحر الاحمر تمام، الى ان اول احداث حصلت في الصومال. تدهور الموقف في الصومال وبدات العناصر الصوماليين يطلعوا انهم يعملوا عمليات غرا على المراكب السفن الكبيره، يوقف التانكر ياخده على جنب يقولوا تعالى عايزين 5 مليون 10 مليون دولار. دي اثرت على مين؟ قناه السويس. تلت الدخل القومي بتاعك في مصر بدا يتاثر. الفتره اللي فاتت دي مين بقى الله يرحمه كان عمر سليمان وادار هذه المنطقه، ما كانش عندنا قوات توصل. كانش عندنا عناصر توصل. وهنا بقى عشان نقول كل شويه ايه؟ ليه بتجيبوا المسترال؟ ليه بتجيبوا الرافال؟ يا جماعه عشان دي تقدر تعمل حاجه عليها. تمام؟ في اياميها اللي تولى القرصنه الصوماليه القوات الامريكيه والفرنسيه، لان في جيبوتي تحت خالص في قاعدتين امريكيه او فرنسيه. خلاص؟ الموضوع جه بقى انتهى. لقينا دلوقتي بقى الموقف في اليمن ما عادش زي زمان. احنا بنسميه تغير الموقف السياسي والاستراتيجي في المنطقه. ان اليمن بقى فيها الحوثيين، ما نقدرش نعمل اي موقف دلوقتي واليمن مش معانا. خلاص، فدي عملت مشكله. ده الصومال مش معانا واليمن مش معانا. واليمن مش معانا. فبالتالي انت عايز تامن باب المندب، ولازم نبقى فاهمين يا مصريين لو باب المندب ده ما تامنش قناه السويس القديمه والجديده والمنطقه الاستثماريه تروح. يعني تلت الدخل القومي بتاعك. فمن هنا بدينا نفكر ان لازم يبقى لنا تواجد في هذه المنطقه. عشان كده بقى نبص للخريطه الثانيه بقى اللي هي بتاعت اريتريا. هنلاقي الموقف. شوف اريتريا بقى مكانها فين وموقعها ايه. هتلاقي قدام الناحيه الثانيه من اليمن هنلاقي خريطه اريتريا. شوف قدامها على طول قدام اليمن الناحيه الثانيه واخده كل الخليج بتاع الـ 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 البحر الاحمر. فهي المنطقه اللي ما بين السودان واثيوبيا. اثيوبيا اثيوبيا ما لهاش حاجه على الميه خالص. كل البحر تبع مين؟ اريتريا. فاذا بالتالي اي واحد بيفكر استراتيجي يقول يا جماعه لازم اريتريا دي تعوض لنا اليمن اللي كانت موجوده. ومن هنا جت اهميه ان احنا يبقى لنا علاقات كويسه مع امريكا. احنا مصر لا بتعمل قواعد بره ولا حاجه. فعشان كده لما جاء يمكن دي زياره رقم 6 للرئيس الادريتي افورتي في مصر. علاقتنا كويسه. اهم حاجه ان احنا
عملنا معه علاقات اقتصادية. يعني التحالف يبقى تحالف اقتصادي علمي لأنها فقيرة الدولة هناك، مدارس، مستشفيات، محطات كهرباء، فأصبح التواجد المصري هناك مهم جدا في هذه المنطقة. حاجة تانية بقى، كنت تسمع كل يومين مراكب الصيد بتاعتنا تتمسك في اليمن والحتة دي ليه؟ الطيارات البحرية اللي جاية من الطيار الهندي وداخل المنطقة دي بتخلي الأسماك تعشش في الحتة دي، فدي أحسن مكان في المنطقة كلها للصيد. عشان كده كل مراكبنا تطلع هناك، فتلاقي كل يوم ممسوكين المراكب. فعندنا رئيس هيئة الثروة السمكية راح وعمل اتفاق وأصبح مراكبنا بتصطاد هناك بشكل شرعي. بشكل شرعي مظبوط، وبنتقاسم ببعض الحاجات. طب احنا نعمل لكم مراكب تانية تصيد، اذا فاصبح في وجود مقنن للصيد المصري في هذه المنطقه. مصلحه اقتصاديه بقى، مصلحه اقتصاديه لنا ولهم. لان انت برضو بدنا نعمل لهم مراكب دلوقتي في هذه المنطقه، هنعمل مصانع لهم، فاصبح في تبادل منفعه. هو هيديك قدم على البحر الاحمر وانت هيبقى لك منفعة اقتصادية، وبعدين بتأمن اتجاه استراتيجي لمصر في هذه المنطقة. اذا انت لما تيجي تدفع هناك في المنطقة دي المسترال او عايز الرافال ينزل يمون او انت عندك اريتريا. نعمل قاعدة هناك؟ بصي احنا الحتة دي ما بنقولش قاعدة، لكن بنقول تسهيلات. انت فاهمة؟ القواعد دي لها شكل تاني والناس بتتضايق منها. انما انا باخد منه تسهيلات ادارية لوجستيكية، اخد مية، اخد اكل، اخزن عنده سلاح، اخزن ذخيرة، لان الوحدة اللي بتحارب هناك دي فجأة الذخيرة مثلا استهلكت ضربتها، هتجيب من مصر تاني ذخيرة لحد عندها. فبيبقى فيه دبوس مخازن موجودة. من هنا جت الاهمية بتاعت اريتريا واللي احنا شايفينها على الصورة واخدة كل الساحل، لان اثيوبيا ما عندهاش حاجة. طب سيادة اللواء، انا اسف ان انا اسأل السؤال البايخ ده، انا معرفش ليه بدلية انه اهلنا في السودان انزعجوا شوية من انه احنا بقى لينا علاقات طيبة مع اريتريا. طبعا لان البسيط اللي انت هتلاقي السودان فوق اريتريا على طول بالظبط. تمام. وهتلاقي ان احنا التواجد المصري هناك بدأ يقلل الأهمية اللي احنا كنا الاول في السودان بنعتبر السودان. احنا ايام حرب الاستنزاف، لازم نقول للناس، ايام حرب الاستنزاف وزعنا القوات بتاعتنا عشان ما تنضربش من القوات الاسرائيليه. كان في بور سودان قوات بحريه لنا موجوده متمركزه. طول عمرنا العلاقات بيننا وبين السودان هايله. والله لو انت قلت اربع شعوب عربيه بتحب مصر قوي تلاقي منهم الشعب السوداني بالضروره. صحيح. فكان الكليه الجويه كانت هناك، كان مبارك وهو قائد القوات الجويه، قائد الكليه الجويه في مصر بالبيس، يطير للخرطوم ويشوف الطلبه بتوعنا اللي بيتدربوا في السودان. فكان في بيننا وبين بعض علاقات. انا مش عايز اتعرض قوي للسودان لان برضو الرئيس كان ادى يعني توجيه معين ان احنا مش عايزين نسوق العلاقات، ولسه بقى هنتكلم في حاجه ثانيه بعد كده هتزيد العمليه. انما انا عايز اقول ايه، لما العلاقات ما بقتش كويسه بيننا وبين السودان كان لازم نركز على اريتريا اللي هي بتدينا مساحه على البحر الاحمر. طب اثيوبيا واريتريا، التقارب مع اريتريا يعني يمثل ايه للجانب الاثيوبي في ظل طبعا الازمه اللي ما زالت مستمره؟ طيب نخش بقى على اثيوبيا. رئيس الوزراء بتاعهم كان هنا. رئيس الوزراء كان هنا. عشان كده بقول لك ان الزخم بتاع الزيارات بتاع الاسبوع ده في مصر كان راعي لمصلحه الامن القومي. انت بتامن النهارده مين؟ هي مصر. هنشوف بقى ايه لما جه الرئيس بتاع اثيوبيا لسالين. نشوف الخريطة بتاعة اثيوبيا بتاعت مياه نهر النيل. ايه المشكلة بين اثيوبيا اولا دلوقتي بتاعتنا؟ نهر النيل. حياتك. والرئيس امبارح قال احنا لن نفرط حقنا في مياه نهر النيل. ولكن في البداية انا عايز اقول للناس، لا مش الخريطة دي. دي بعدين. طب نستنى شوية بقى عشان نشرح الموقف بتاع اثيوبيا. اثيوبيا عندها مياه نهر النيل بتاعتنا بتطلع 85% من الميه اللي بتجينا في نهر النيل منين؟ اثيوبيا. وال 15 التانيين من ست دول تانيه. خلاص؟ اثيوبيا بتقول ايه بقى؟ بتقول يا جماعه الميه دي بتاعتي. العرب عندهم البترول، هل حد بيجي يقسم العرب في البترول بتاعهم؟ لا، ده من حقهم ياخدوه. اذا انا من حقي اخد الميه بتاعتي انا كمان. لا، نقف ليه؟ البترول في العالم ملوش ضوابط ولا قوانين.
لكن العالم عامل قوانين للمياه الانهار والمحيطات والبحار وبنحدد بقى الجرف القاري والكلام ده كله اللي احنا والحدود البحريه اللي احنا دلوقتي بنعملها خلاص. فعشان كده لا هو مش صح. انما هو له نقطه تانية، وكان الرئيس السيسي المره دي حريص جدا ومنتهى الذكاء، قال لك انتوا عايزين ميه، انا عايز انمي نفسي، انا عايز انمي بلدي. لان اما هيعمل سد هيعمل كهرباء، هتطلع كهرباء هتعمل استثمار. هل تعلم ان معظم بلاد افريقيا اي دوله منهم بتاع وسط افريقيا دي الكهرباء فيها كام ساعه في اليوم؟ 4-6 ساعات. ده للاهالي. ما بالك بقى الاستثمارات. يعني اللي فيكم سمع الاسبوع اللي فات والرئيس قاعد بيشوف الانجازات اللي تمت. حديد بيشاي قال له انا بقالي سنتين يا فندم عامل المصنع ومش عارف اشتغل عشان ما عنديش كهرباء صح طاقه. فعشان كده لما ما احنا النهارده في مصر بنعمل طاقه، بتعمل طاقه عشان ايه؟ استثمار. استثمارات تمام. السنه اللي فاتت واللي قبليها واحد يروح يقول لوزير الصناعه انا عايز اعمل مصنع اسمنت، هي الطاقه الكثيفه، صناعات كثيفه، عندك طاقه منين؟ لدرجه ان احنا السنين اللي فاتت بدينا نستورد فحم، لكن احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله الغاز هيبقى عندنا الغاز. فهنقدر 2019 الغاز يكفي الصناعه، 2020 هنصدر. فده موقف اثيوبيا. اثيوبيا بتقول لك انا عايز بلادي عايزه انتعش فيها. فعشان كده السيد الرئيس امبارح قال لهم ايه؟ احنا مش ضد معاك. التقدم واحنا معاكم في الاستثمار ولكن الميه بتاعتنا ما تتقطعش. ليه؟ لان في اصلا معاهده بقالها سنين تمام بتقول ان ما فيش حد يعمل اي سد ولا اي منشاه على نهر النيل في 11 دوله دول غير بموافقه مصر. جم هم بقى عملوا غيروا الكلام ده كله مش مشكله. ولكن النهارده اصبحت المشكله بيننا وبين اثيوبيا هي موضوع الميه. هم انتهزوا الفرصه بتاعه 25 يناير وطلعوا بسد النهضه. النهارده احنا مش هنتكلم على سد النهضه، سد النهضه بقى حقيقه واقعه مش هنقدر نتصرف فيها. ولكن بنتكلم في النهارده ملء الخزان اللي ورا سد النهضه. هم عايزين يملوا الخزان ده في سنه او سنتين، لان وانس ملى الخزان طلع كهرباء. خلاص؟ احنا لو عمل الكلام ده مصر ما تشربش. تخيل؟ فبالتالي احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلتي عايزين نطول مدة الملء. فاحنا عايزين 7 سنين. فالنهارده هو ده التفاوض، ده واحد. الحاجة التانية هما بقى طبعا انتهزوا فترة الثورة 25 يناير وزودوا الساعة بتاعت السد وبالتالي زادت المية. فاحنا قلنا نجيب هيئة دولية علمية تدرس الموضوع، مكاتب استشارية. مكاتب استشارية قعدوا برضو يلوغونا شهر، لا المكتب ده مش موافقين، لا ده فرنسي ده. فآخر حاجة لما لقينا الموضوع بقى متأزم، رئيس الوزراء أو آسف وزير الخارجية طلع الأسبوع اللي فات وكان لأول مرة نكون بقى إيه حتة حازمة معاهم. إحنا بنقول لكم نجيب البنك الدولي وهو بنك له سمعته وعنده الخبراء في كل المجالات يدرس ويقول التقرير. فطبعا رفض، ما ردوش لحد النهارده. فعشان كده جه بقى مين؟ رئيس الوزراء، لان لقينا الموضوع هيصل. هو سيادة رئيس، بس يا ريت الناس تكون فاهمان، قال احنا مش بتوع كلام، مش عايزين نطنطن، ولكن لو حصل حاجه فبالتالي هو جه رئيس الوزراء. رئيس الوزراء لما جه بقى نبص على الخريطه بتاعت نهر النيل لو سمحتوا اللي احنا كنا حطيناها في الاول، هنلاقي ان الخريطه بتقول لنا منابع نهر النيل. منابع نهر النيل دي المنابع بتاع نهر النيل بتقول ان اثيوبيا واريتريا بيدونا 85% من الميه. وست دول اخرى 15%. وبعدين في دولتين بقى ممر مائي اللي هي السودان وجنوب السودان، وبعدين مصر اللي هي المصر. نشوف بقى الخريطه اللي بعديها. الخريطه اللي بعديها ودي اللي بنعتبرها اهم خريطه. الدايره اللي في اليمين قوي اللي فوق اللي بيسمينها النيل الازرق ده اللي هي 85% من الميه. واثيوبيا واريتريا، وشوف اقرب حاجه لمصر، اقرب حاجه قريبه للقاهره، فدي ممتازه. النيل الابيض اللي تحت الست دول اللي 15% دي تحت شويه. خلاص. في على الشمال بنلاقي منطقه المستنقعات، ودي اكبر مستنقعات موجوده في العالم. تخيل دولت فيها 30 مليار متر مكعب ميه. احنا بيجي لنا قد ايه بقى يا معتز؟ ايوه، بيجي لنا في السنه 55 مليار متر مكعب ميه.
عارف لما كنا 18 مليون كنا بناخد ال 55، طب النهارده احنا 100 مليون بناخد نفس ال 55، ومع ذلك عايزين ما نفرطش فيهم. الحته اللي على الشمال دي المستنقعات، كان الرئيس السادات الله يرحمه قال نعمل قناه جونجلي تشقها، وبالتالي نقدر نوفر ال 35 مليار ميه. تمام؟ فهنشوف خريطه اللي بعديها هنلاقي انها دي قناه جونجلي اللي داخله من عشان تعدي. كنا بنعمل ممر مائي ما يخليش المايه تتوقف في المستنقعات لو تتحرك ناحيتنا احنا والسودان، فبالتالي واحنا والسودان هنستفيد. طبعا الميزه النهارده ان احنا جنوب السودان استقلت، واحنا عملنا شغل كويس جدا الشهر اللي فات، المخابرات العامه جابت الاطراف، ودي حاجه ضايقت السودانيين والاثيوبيين. خلي بالك هنلاقي في خطط اخر احنا بدينا نتحرك سياسيا صح نحزم المشكله، لان احنا فقدنا افريقيا في السنين اللي فاتت حقيقي. فهنلاقي بقى نخش على الخريطه اللي جايه بقى، ودي بعتبرها يعني خريطه، دي بقى اربع سدود اللي جايين اللي اثيوبيا عايزه تعملهم في المستقبل غير سد النهضه. غير سد النهضه الاربعه غير سد النهضه، يعني على خمس سدود. خمس سدود. وطبعا لو هنبص على الخريطه اللي بعديها كروكي هنلاقي ان مواقع السدود بقى طالعه تقول لك سد النهضه اللي تحت، فانت فوق بنهضبه ثانيه فوق كل المايه نازله عشان تعمل بحيره ثانيه اللي فوق دي، اللي فوق دي اللي بتنزل منها المايه انحدار النيل الازرق بالظبط. فهو بقى كل انحدار عايز يعمل سد برافو كده يوصل لنا ايه بالزبط. ولا حاجه بقى. فهنا احنا طبعا عشان كده انا بعتبر حقيقي وانا قلتها في كذا حته ان الذكاء بتاع الرئيس السيسي ان احنا مش عاوزين نشعل الموضوع، احنا نتكلم. وعشان كده اتعمل كذا اتفاقيه. تمام؟ الرئيس الاثيوبي امبارح قعد مع لجنه صناعه واتفقوا هتتشكل منطقه صناعيه في اثيوبيا، احنا عايزين نساعدك. مش منطقه صناعيه مصريه في اثيوبيا. انت فاهم؟ وهنعمل مصنع زيوت. يعني بدات تتعمل شراكه اقتصاديه، وده ذكاء. ما هو مثلا حد تاني كده لانك عندك اطراف تانيه داخله، بس اطراف تانيه داخله بالظبط بالظبط. كان يا دكتور حضرتك بتقول ان هو انا مش انتوا عندكم كهرباء، احنا جايبين لكم المصانع. حاجه بالمعنى ده يعني بالظبط، واحنا نساعدكم. فانت عايز تستثمر بلدك وده حقك برضه، واحنا عايزين حقنا في الميه. يبقى كلانا ياخد الحق، انت تساعدنا ان الميه بتاعتنا ناخدها. أيوة. وانك ما تملاش الخزان في سنتين ثلاثه والدنيا تبوظ عندنا. أيوة. واحنا نساعدك برضه في ان احنا نعاونك في الاستثمار. فاعتقد الزياره كانت اكثر من رائعه، بس ارجو ان الجانب الثاني ما يكونش بيسوف كالعاده، لانه سوفنا سنتين. معلش يا سياده اللواء، هي المساله كلها ليها علاقه ان رغبه اثيوبيا في التنميه وهتبقى السد عشان كذا 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 كذا، ولا انه في حاجه حاكمه اثيوبيا ليها علاقه، واحنا بنقول في اطراف ثانيه دوليه بتضغط على الموقف الاثيوبي علشان عليك. تخنق مصر. برافو عليك. هناك اطراف السد ده تمول منين؟ من الاطراف الاخرى. ومش عايز اقول اسماء، وان هناك ممول معين من دوله عربيه، مش عايزين نخش في الكلام ده عشان السيد الرئيس قال ايه، احنا بس بنشرح للناس ايه اللي بيحصل خلاص. انما طبعا في دول عايزه مصر تتكسر في المنطقه. هتكسرها ازاي؟ بالميه. تخيلك بكره لو ما عندكش ميه. انت فاهمه؟ واحنا بقى لسه هنقول تاني ان بقى لازم مصر توقف على رجليها الفتره اللي جايه وتغير نظام الري اللي عندنا، ري الحياد ده او ري بالغمر ده ما ينفعش. بس انا قصدي هل احنا مهما نعمل طول ما الاطراف دي بتفكر كده وده الشغل اللي بيحصل على الارض، فالجهد ما يعني لا انا معاكي، بس ما هو انت بقى لازم نتحرك لازم نعمل. مش هنسيب بقى، مش هنسلم. انما لا، لما هم هيلاقوا ان في حد بيساعدهم ومصر بخبراتها وبناسها. هو قعد امبارح مع مجموعه رجال اعمال ووعدوه، والرئيس فعلا مصمم. ما هو انت هو عشان يديكي لازم هو يستفاد. صحيح. هو عايز ينمي بلاده قوي. فسياده الرئيس امبارح قال احنا هنساعدكم في التنميه وانتوا تساعدونا في الميه. بعدنا عن المنحنى القديم بتاع مكسبك خسارتي وخسارتي مكسبك، كان احنا الاثنين نكسب خلاص. ونبتعد بقى عن التهديدات الاخرى اللي كانت بتتم في يوم الاثنين. بس حضرتك خايف من فكره التسويف؟ التسويف لانه طبعا زي ما انت قلت كلام كويس قوي، ان هناك من يشجعهم على انهم ايه، لا ده احنا نديك فلوس وبتاع. ولكن اعتقد بالحل بتاع اللي قاله السيد الرئيس امبارح معاهم في هذا اللقاء، ان احنا نساعدهم في التنميه خلاص، وهم يساعدونا في الميه، اذا نصل الى شراكه منفعيه. هو منفعته انه عايز يستثمر بلده. واحنا منفعتنا ان احنا جينا الميه بتاعتنا اللي هناك. فعشان كده النهارده احنا لما عملنا الاتفاق مع جنوب السودان
هم يعني، ولو ان ده لمصلحتهم لان احنا خلاص مش هنقول له بقى ادينا ميه تاني، لان ال 55 مليار متر ما يكفوناش، ده احنا كنا بناخدهم احنا 18 مليون، بقينا النهارده 90 مليون، هيكفونا ازاي؟ طب شغلك برضو مع باقي دول حوض النيل يعني هتيجي بقى فرشة حضرتك بتسالي على طول كده ماشي، يعني هنجي لها بعد كده. اذا معنى كده النهارده ان احنا بنركز في الفتره اللي جايه استراتيجيه مصر اتغيرت. عشان كده بقول لك ان هذه الزياره مفيده جدا للامن القومي المصري، سواء اريتريا على البحر الاحمر وسرقه الخريطه دي بقى تشوفي النهارده ابراهيم محلب فين. ابراهيم محلب موجود بيلف لفه بقاله 5 ايام، يمكن ما حضرش امبارح حكايه وطن لانه بيلف. النهارده بنعمل صداقات في كل هذه المنطقه. احنا في يوم من الايام كنا مسيطرين على افريقيا سيطره رهيبه، كان شركه النصر للاستيراد والتصدير في عهد عبد الناصر، كان كل يوم زيارات وكنا ان افريقيا دعت مننا واحنا دعنا من افريقيا. النهارده بدات تعود تاني، وكان اهم حاجه اتعملت في الفتره اللي فاتت جنوب السودان. المخابرات العامه جمعت كل الاطراف ووحدتهم واصبح لنا تواجد مؤثر. شوف جنوب السودان بقى فين؟ على اثيوبيا، وطالع منها الميه على جنوب السودان على السودان على مصر. اذا وجنبهم اريتريا. اذا انت بديت تحزم بالبلدي كده برضو عشان نفهم الناس، بدينا نحزم المشكله عشان تبقى عارف انت مش لوحدك ومش انت بس اللي بتتحكم في المنطقه، لا ده احنا وبجهودنا. وعشان كده زي ما بقول لك ابراهيم محلب بقى له 4 ايام بيمر في هذه الدول، وجاي الصبح الفجر النهارده يوصل القاهره بعد ما عمل انشطه. عادي تاني المقاولين العرب بتعمل جهد كويس في هذه الدول، بدينا نبني مستشفيات، بدينا نبني مدارس. الكلام ده انت بتبنيه بدل ما تشتري دبابه وطياره، انت فاهمني يا معتز؟ فاهم يا ابن هانم؟ انا ما انا بدفع فلوس، لكن بدفع الفلوس دي بدل ما اجيب بيها طياره ودبابه عشان اضرب واعمل مشاكل. فهي دي الشراكه الجديده. عشان كده قلت لك هذا الاسبوع كان بيمثل نقطه تحول كبيره لصالح الامن القومي المصري، سواء في ميه نهر النيل اللي هي حياتنا، وسواء البحر الاحمر اللي احنا موجودين فيه. هو علاقتنا بجيبوتي شكلها ايه يا فندم؟ علاقتنا بجيبوتي الى حد ما كويسه، ولكن جيبوتي النهارده فيها قاعدتين، قاعده امريكيه وقاعده فرنسيه، فهي يعني مش مستحمله، وهي بلد صغيره جدا وعايشه على الثمن بتاع الايه؟ بتاع الامريكان والقواعد، وبيدوها الفلوس وعايشه لانها ده موقع كويس جدا بنسميه على الافريكان هورن او القرن الافريقي. فبالتالي احنا ما فيش مشاكل بينا، وهي نازله تحت شويه ومش قلقانين. احنا اللي قلقانين منه الفتره اللي جايه اليمن، لان عدم الاستقرار في اليمن هيبقى بيهدد. الحوثيين كانوا في الحديده من مده وحاولوا يهددوا الملاحه، ولكن انت فاكر انك مره طلعت معاك وقلت لك ان الاستراتيجيه الامريكيه في الشرق الاوسط مهمتها اول حاجه تامين وصول النفط من الخليج العربي الى اوروبا. فاول ما راحوا فالامريكان والفرنسيين لا اوقف مالكش دعوه، لكن انت ما تضمنش الموضوع ده هيستمر على طول، انت فاهم؟ فعشان كده النهارده اليمن هيبقى موقفها الفتره اللي جايه صعب، وعشان كده احنا بيهمنا ان اليمن الموقف فيها يستقر وتهدأ الاحوال وتعود مره اخرى الى الحظيره العربيه عشان زي ما كنا قبل كده. طب هو احنا عاملين شغل كويس في حصار، مش هنقول حصار يعني، في ان احنا نوقف الامدادات الايرانيه للحوثيين؟ احنا ودول التحالف. لان النهارده اللي بيشتغل هناك ليه؟ اليمن بتعتبر دايره امن مباشر لمين؟ للسعوديه والامارات. لانه بدون على حدودهم، ما دام دوله على حدود دوله يبقى بتهددها. فالنهارده الصاروخات اللي بتطلع كل يوم من لسه النهارده النهارده في صاروخ. فطبعا هم اكتر ناس معنيين. خلاص احنا بقى بنسمي اليمن دي الدايره المتوسطة أو القريبة مش المباشرة، لكن هم بالنسبة لهم دائرة مباشرة. فعشان كده اليمن النهاردة بتكافح من السعودية والإمارات وحلف الناتو، وإحنا طبعا معاهم لأن إحنا مشاركين في الموضوع ده بالقوات البحرية والقوات الجوية والمعلومات، تمام؟ فعشان كده أنت بنأمل قريب أن اليمن تتفك مشكلته، ولو تفكت مشكلته هيعود البحر الأحمر تاني بحيرة عربية، ومصر تأمن قناة السويس. شوف قناة السويس اللي فوق انت بتأمنها منين؟ باب المندب. واللي فوق دي هتأمنها من تحت ازاي؟ لازم يكون عندك مسترال، لازم يكون عندك رافال وميك 29 الجديدة وكل ده، والغواصات الأربعة جداد بتوع الألمان، دي أحدث حاجة في العالم. عشان الناس اللي كانت بتقول لك جايبين ليه؟ هل كنا نقبل بكرة إن باب المندب يتقفل ولا قناة السويس؟
ده امبارح زادت يعني كمية رهيبة. السيد رئيس قال الرقم مش فاكره انما زادت 5% 5% فبالتالي طبعا عائداتها. انت النهاردة عائداتك زادت فكفاية انك خسران السياحة تلت البلاد ودي كمان. فعشان كده دايما يبقى عندك قوة عسكرية وانت جايبها لان احنا ملكت قوة الردع. فاحنا عندنا قوة عسكرية بتشتغل في البحر الاحمر وعندنا قوة عسكرية لازم هتبقى موجودة في البحر المتوسط عشان حماية الاستثمارات الجديدة اللي هي الغاز والبترول اللي هيطلع الفترة. واحنا نوعنا مصادر التسليح وبالتالي نوعنا طبيعة علاقاتنا الخارجية. فخليني اخد حضرتك بقى للعلاقات المصرية الأمريكية ووجود نائب الرئيس الأمريكي في القاهرة النهاردة وتجاذبات ومحاولة للتهديد وللضغط على القاهرة والرئيس قال احنا أصبحنا نملك قررنا. تقييمك او نقدر نحط العلاقات المصريه الامريكيه في اي مربع او تحت اي عنوان؟ طيب انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. اللي حصل توتر قريب في العلاقات اللي هي مشكله القدس. طبعا. وانا ليا تحليل تاني لمشكله القدس. مشكله القدس هو قرار او قانون طالع من الكونجرس الامريكي من 22 سنه. وجم كل الرؤساء اللي فاتوا ولا واحد نفذ. وكل واحد يقول انا في الدائره الانتخابيه بتاعته انا هنقل في القدس. جاء ترامب وعمل الكلام ده. يوم ما ترامب اتخذ القرار انا كتبت مقاله في الاهرام نص صفحه على السيناريو اللي حصل جوه القاعه البيضاويه. اولا تيلرسون وزير الخارجيه كان رافض. وزير الدفاع كان رافض جوه. هو ترامب اتخذ القرار ليه؟ ما هوش سياسي ابدا. كل رئيس امريكي بيجي عينه على الفتره الثانيه. لان شيم يعني زي ما انتم بتقولوا كده خزي او عار ان هو ما ياخدش الفتره الثانيه. اوباما لعيب. عايز يقول ايه المرمرة جاي يخش انا جميع الوعود اللي قلتها في الفترة الاولى تحققت. انا قفلت الحدود مع المكسيك ايوه منعت المكسيكيين يخشوا ايوه طلعت من الشراكة الاوروبية كل ده اللي قاله نفذه. عادة كانت بقى لها ايه القدس. يوم لما يجي المرة الجاية بقى في الفترة التانية ويطلع في انتخابات يقول ايه انا نفذت ده يكفي موضوع القدس اللي ما حدش قدر يعمله اللي ما حدش انا عملته ونفذته اذا انا صادق معاكم في كل الحاجات التانيه. فانا بقول لك ان كان كل التوقعات او بالذات موضوع القدس كان لهدف الفتره التانيه. نرجع بقى ايه اللي حصل. اللي حصل ان طبعا مصر قامت بدور هايل وتولت دورها القيادي في المنطقه وطلعت مجلس الامن وقدمت المشروع اترفض او خلافه. لما جت مندوبه امريكا في الامم المتحده قالت ان اي دوله هتقف ضد امريكا احنا هي هتقف ضد بريطانيا هتقف ضد فرنسا مش هتقف ضد مصر. وللاسف كتير المحللين شوفوا بقى اللي هيحصلنا وشوفوا لا مش هيحصل حاجه لان مصر اصبحت النهارده دوله محوريه مركزيه لترامب في الشرق الاوسط. طب النهارده الراجل ده جاي هنا يعمل ايه؟ جاي لمين؟ لمصر. تمام. انت عارفه ان الزياره دي كانت موجوده الشهر اللي فات واتاجلت مع التنشن اللي كان في المنطقه. فبالتالي اجلها وجا المره دي. طبعا جاي يشرح لمصر الموقف انه ليس هو المقصود. وانا هقول لك حاجه يا معتز والله السنه اللي فاتت وانا هناك اول ما ترامب مسك كل الناس قالوا لي انت عارف ترامب ده نزل بباراشوت على البيت الابيض اوتسايدر جاي من بره من بره لا عمره كان ظابط وهناك ما فيش ال 50 واحد اللي فاتوا كان لازم واحد يا ظابط يا كان سيناتور قبل كده يا جفرنر في حته محافظ ده الوحيد اللي جاي رجل اعمال بباراشوت. فكان عايز هو ماشي يبرز ان هو عمل حاجه كبيره للسياسيين. وده اللي قالوه لي لما كنت هناك عندهم قالوا لي ان هو حاطط في اعتباره يحل المشكله الفلسطينيه. فاعتقد هو دلوقتي بيضغط طبعا ومنع الفلوس امبارح 35 ولا 45 مليون دولار على المساعدات عن فهو طبعا الفتره اللي جايه عايز يهدي بقى مع الدول العربيه يعني هيرجع في القرار لا مش هيرجع لا لا نيفر هو ياجل تنفيذ هيأجل يعني التنفيذ بندور على الأرض بندور على الأرض بنشوف البتاع لو عجبتناش نجيب أرض ثانية 2019 2020 مع الثانية وبعد كده لأنه عارف هم حاسين طبعا ان دي هتعمل وهتوقف المبعثات فعشان كده النهارده مارك بينس اللي هو النائب الرئيس الامريكي جه عشان يوضح لمصر. طب ما راحش السعوديه ليه؟ ما راحش دول الخليج ليه؟ ده راح مصر وراح الاردن واسرائيل. فاذا اصبحت مصر ثانيه محور ثاني بالنسبه للعلاقات الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط. وانا قلت من بعد ما ترامب جه غير فكر اوباما كان اوباما بيعتمد على تركيا وعلى قطر. لا جاء ترامب النهارده قال مصر هي ركيزه والسعوديه. فالنهارده هو جاء عشان
اولا. الحاجه الثانيه جاي يساعد مصر في الارهاب، وقال النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان انا جاي اساعد مصر في الارهاب. وبرضه عايزين نفهم الساده المشاهدين، احنا مش عايزين حد يحارب لنا، لا، اللي احنا عايزين معدات وادوات، لان احنا هم عندهم حاجات متطوره. نمره 2 المعلومات، ودي اخطر حاجه. مفهوم. تمام. اللواء خلينا نشكرك شكرا جزيلا على وعد بلقاءات اخرى، لان احنا لسه عندنا قضايا كثيره محتاجين الحاج تفهمها لنا. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا شكرا حضرتك، ونشكركم. وبكره يوم جديد هنتابع مع حضراتكم، نشوفكم على كل خير باذن الله.